وللتعليق على تطورات الاقتصاد العالمي معنا عبر التيمز من أبو ظبي الأستاذ نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في شركة سكويرد فاينانشال. أهلا بك أستاذ نور معنا. وبداية يعني دعنا نبدأ بالاقتصاد الأمريكي الذي تشير معظم بياناته إلى الضعف، فهل تتوقع خفضا قريبا للفائدة؟ نعم، نعتبر بأنه لازال هناك الاحتمالية الأكبر بأن يقوم الفدرالي الأمريكي ببداية خفض أسعار الفوائد احتمالية شهر سبتمبر، على الرغم من أنه الفدرالي خلال الاجتماع الماضي ذكر بأنه يتوقع تخفيض واحد فقط وقد يكون في ديسمبر، وذلك في ظل بالتأكيد موضوع الانتخابات. لكن الأرقام الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بما فيهم حتى التضخم الذي أثبت أنه لازال على طريق الصحيح، بالإضافة إلى ذلك كان لدينا العديد من التقارير لقطاع العمل التي أظهرت المزيد من التباطؤ بما فيهم ما ذكرت اليوم طلبات الإعانة بسبب البطالة وخصوصا المستمرة التي وصلنا إلى أعلى مستويات منذ عام 2020. جميع هذه الأمور تشير إلى أن الفيدرالي قد يكون تأخر بالتخفيض وقد يجبر على تخفيض أسعار الفوائد بشكل أسرع، لكن نعتبر بأنه التاريخ الأولي مبدئيا وهو المنطقي في ظل الأرقام الاقتصادية هو سبتمبر المقبل. نعم، إذا ما تجهنا إلى أوروبا رأينا تثبيت في بريطانيا وخفض الفائدة في سويسرا وارتباك الوضع في فرنسا، كيف تقرأ المشهد في أوروبا؟ نوعا ما مشهد يعني لا نود أن نراه كثيرا، خصوصا في موضوع ما نشهده في الانتخابات الأوروبية وصعود اليمين المتطرف الذي على ما يبدو أصبح لديه قاعدة أفضل مما كان عليه في السابق. بعيدا عن السياسة، فيما لو وصلت الأمور إلى مرحلة أن يكون بالفعل اليمين المتطرف ذات أغلبية، هذا الشيء الذي يعتمد على السياسات التي سيقومون بها، هل سيكون لدينا إجراءات حماية أم سيكون لدينا ارتفاع أو رفع في الإنفاق أو حتى العودة إلى ما يعرف بالأوستريتي واللي هي التقشف. جميع هذه الأمور ستلعب دور الأكبر. الخطر الأكبر فيما لو بالفعل وصلت هذه الأحزاب في فرنسا، وهذا الشيء الذي قد يتفشى إلى بقية الدول الأوروبية، وهنا قد يكون لدينا سيناريوهات جديدة كما حصل في موضوع البريكزيت. فأعتبر بأنه اليورو قد يكون نوعا ما في نوع من التباين خلال المرحلة المقبلة. الجنيه الاسترليني قد يكون معرض للضعف بشكل أكبر في ظل حالة عدم اليقين الأكبر في دولة أو في المملكة المتحدة حيال الانتخابات المقبلة. أستاذ نور، يعني إذا ما انتقلنا إلى أسعار النفط، هل الاتجاه الصعودي للأسعار نتيجة لزيادة الاستهلاك أم بسبب التوترات وتصاعدها في الشرق الأوسط؟ هناك أكثر من شيء. أولا موضوع الذي تحدثت عنه أوبك بلس، أي نعم تم الإعلان بشكل واضح بأنه استمرار الخفض الطوعي للإنتاج سيستمر حتى نهاية العام الحالي، لكن الشيء المهم بأنه أعطتنا استراتيجيتها لإعادة رفع الإنتاج عندما يدعي الحاجة لذلك، وذلك خلال من المفترض أن يكون خلال عام 2025. الارتفاعات الأخيرة قد تكون لها علاقة من ناحية تقنية ومن ناحية أيضا موضوع التوترات الجيوسياسية عالميا التي لا زالت في احتدام، فأعتبر بأنه هناك نوع من المخاوف، لكن أعتبر كذلك الأمر بأنه الناحية التقنية لا زالت إيجابية. على الأقل خام برنت من الممكن العودة حتى إلى مستوى 88 دولار خلال الفترة القصيرة المقبلة. لا ننسى أنه كذلك الأمر قد يلعب أيضا الدولار الأمريكي دور كبير في الموضوع، فيما لو شهدنا المزيد من الإشارات السلبية التي ستضغط على الدولار بحكم أنه الفيدرالي قد يجبر على تخفيض أسعار الفوائد بشكل أكبر. الأستاذ نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في شركة سكويرد فاينانشال، شكرا جزيلا لكل هذه الإضاءات.